الصلاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة 5 صلوات. فهذه الصلاة هي أعظم الدين بعد التوحيد، هي أعظم أركان الدين بعد التوحيد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فهذه الإقامة للصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد توحيد الله تبارك وتعالى. والله عز وجل افترض على عباده هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وجعل فيها خيرا عظيما ونفعا كبيرا للعباد، وصلاحا وفلاحا وسعادة لهم في دنياهم وأخراهم. وقد ذكرت الصلاة يوما عند نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف. أي أنه إن لم يحافظ على الصلاة يحشر يوم القيامة مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل. ومن هذا الذي يرضى لنفسه أن يكون يوم القيامة جنبا إلى جنب مع فرعون وهامان وقارون وأمية بن خلف؟ من الذي يرضى لنفسه ذلك؟ ومن لم يحافظ على الصلوات فقد رضي لنفسه ذلك شاء أم أبى. فالصلاة شأنها عظيم في باب الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة المفروضة شأنها عظيم جداً.